السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من ساعة اقتصاد. سنة 2021 عادت بالجزائر إلى مسار التنمية الاقتصادية الحقيقية والتوازنات المالية. مؤشرات إيجابية وأرقام مشجعة حققها الاقتصاد الوطني رغم الأزمة الصحية العالمية، حيث انتقل العجز في الميزان التجاري من 10 مليارات دولار في 2020 إلى مليار دولار في نفس الفترة من هذه السنة. تعافي اقتصادي يأتي بعد جملة من الإجراءات والتوجيهات الدائمة للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، والذي أكد أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز. فما هي الأولويات والتدابير الواجب اتخاذها لتعزيز مسار النمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر؟ ما هي القطاعات التي سيرتكز عليها الاقتصاد الوطني مستقبلا؟ ما هي الخطوات التي يجب وضعها لرفع العراقيل البيروقراطية والقضاء على المضاربة والاحتكار لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية؟ أسئلة وأخرى نطرحها للنقاش رفقة كل من السيد سامي عاقلي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. شكرا جزيلا على تلبية دعوتي. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. شكرا. كما أسعد باستضافة الأستاذ محمد بخاري خبير اقتصادي، أهلا بك. شكرا على الاستضافة، تحية لكم، تحية لزملاء الكرام وتحية للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا. كما أسعد باستضافة الأستاذ عبد القادر بريش خبير اقتصادي ونائب في المجلس الشعبي الوطني، أهلا بك. شكرا على الدعوة وتحية لكم وللسادة المشاهدين وأمسية طيبة إن شاء الله. شكرا جزيلا. قبل الشروع في النقاش سنشاهد هذا التقرير حول الحصيلة الاقتصادية لسنة 2021 ثم نعود. جادين معكم ومعكنا على أن نحقق هذا الأفاق، بالأقل نهاية 21 نوصل إلى تصدير ما يقارب 5 ملايير دولار، اللي يخلينا نتراجع نوعا ما من السيطرة نتاع النفط على الاقتصاد الوطني. الإرادة السياسية القوية تسابق الزمن من أجل إنعاش اقتصادي مستدام وحقيقي. أوامر وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبر جملة من الإصلاحات الجوهرية حملها مخطط الإنعاش الاقتصادي سمحت بتحقيق مؤشرات إيجابية خلال هذه السنة بنسبة نمو فاقت 6% وأزيد من 4 مليارات دولار صادرات الجزائر خارج المحروقات. لأول مرة منذ ما يفوق 20 سنة تجاوزنا مرحلة تصدير نتاع 1.8 مليار مليار و900 مليون دولار خارج المحروقات. إن شاء الله ننتهي السنة بربع ملاير أو ربع ملاير ونصف كتصدير وطني خارج المحروقات. إجراءات عملية ومتابعة ميدانية شخصية من قبل رئيس الجمهورية للخروج من سيطرة المحروقات على الاقتصاد الوطني وتحقيق الانتقال الاقتصادي الحقيقي المبني على الاستثمار المحلي المتنوع والوطني. في بعض المواد اللي ننتجها هنا محليا ما نخليهاش تدخل، راني نحوس على اقتصاد وطني، اون ايكونومي باتريوتيك وطنيه، نقوي الشيء اللي ننجو. بالعكس لا يقول لك انا ما نلبيش طلبات كلها تاع البلاد، اعطيه واش خصك، قال خصني نوسع المصنع تاعي، اعطيه باش يوسع المصنع تاعه. اولويات الاولويات سنه 2022 الا اقتصاد، اقتصاديه محضه. مقاربة اقتصادية جديدة تعتمد على تغيير نموذج التنمية بالتوجه من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، بالإضافة إلى تشجيع المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. لازم نحكو على شركات ناشئة، الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لأنه نرتقب، نحتاج في المرحلة القادمة إلى مليون أو أكثر من مليون مؤسسة للجزائر. ولكن العراقيل البيروقراطية كانت
ان شاء الله طبعا من خلال قانون الاستثمار اللي ممكن جدا راح يسهل العمليه الجايه، راح يسهل كثير من الاجراءات. قانون استثمار جديد يدخل حيز التنفيذ 2022 بآفاق واعدة متنامية وبيئة استثمارية تسودها الثقة بين المستثمر والإدارة عبر رفع العراقيل ومحاربة البيروقراطية، وبداية رفع هذه العراقيل سيكون باستحداث وكالة وطنية للعقار الصناعي مطلع السنة القادمة. سيد أجلي، بعد هذا التقرير يعني خطاب رئيس الجمهورية كان واضحا وكان صريح، إعطاء الأولوية للمنتوج الوطني والمؤسسات الوطنية سواء عمومية أو خاصة. نعم، النظرة واضحة والخطة واضحة اليوم، الذهاب إلى الاقتصاد المستقبل لازم يجي أولا قبل كل شيء بتقوية البنية التحتية الصناعية، يعني الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج. ما تقدرش تكلم على تصدير بدون إنتاج قوي، وبدون اليوم لأننا نصدره في بعض المنتوجات خطأ كان فيه استثمار ضخم، يعني صناعة ضخمة. اليوم النظرة لازم تمشي إلى تقوية الشركة المنتجة للذهاب إلى نوعا ما توسيع المجال تاعها أو العمل تاعها، أو إلى إنشاء شركات صناعية جديدة الأولوية للإنتاج. نعم، بإعطاء كل الخصوصيات للجهات للولايات للميادين ولكل يعني أنواع شركات صغيرة متوسطة أو كبيرة كانت أو هل نملك قاعدة اقتصادية قاعدة منتجة نحن اليوم في الجزائر؟ نعم، نملك قاعدة يمكن الانطلاق منها. هل هي كافية أو لا؟ هذا سؤال آخر، ولكن اليوم فيه شركات اليوم منتجة صناعية اللي تنتج وتصدر وتعمل، موش عدد كبير، لازم الذهاب إلى خلق أكبر عدد ممكن من الشركات احنا باش نلحقوا معايير نوعا ما لأسواق تتوازى مع السوق الجزائري. اليوم يخص ما يقارب ما بين 800 إلى 1000 إلى مليون و 200 ألف شركة اللي لازم تنشأ، ولازم الصناعة تكون حقيقة هي القاطرة الفعلية لكل هذا التطور الاقتصادي. النموذج الاقتصادي الجديد ليس خيار، لازم تمشي له بما عندك عناصر القوة للاقتصاد تاعنا، فلاحة، الصناعة التحويلية، الصناعة التحويلية الكيميائية والبترولية وكل هذا، ويعني الشركات العائلية وشركات صغيرة المتوسطة اللي لازم تكون هي حقيقة قاطرة أخرى نوعا ما في خلق الثروة وفي خلق مناصب الشغل. منصب الشغل اليوم هو حقيقة الهدف الأسمى اللي لازم يكون لكل القوى اليوم. منصب الشغل يعني خلق مناصب الشغل. منصب الشغل اليوم هو حقيقة الهدف الأسمى اللي لازم يكون لكل القوى اليوم. منصب شغل يعني يعطي قدرة شرائية، وعن طريق هذا اللي يرجع نوعا ما ميكانيكية حركية الاقتصاد بطريقة عادية وتتماشى بمعايير دولية بانفتاح يعني كلي للسوق الجزائري بحماية المؤسسات الوطنية والمنتوج الوطني، هذه ما في شك. شكرا أستاذ عكي. أستاذ محمد بخاري، يعني الجزائر وخلال سنة 2021 حققت مؤشرات نوعا ما إيجابية، نسبة نمو فاقت 6%، صادرات خارج المحروقات 4.5 مليار دولار، تراجع في العجز الميزان التجاري نحو 9 مليارات دولار، يعني مؤشرات مشجعة يعني لدخول 2022. شكرا على السؤال، لأن بالنسبة لي احنا كنا نتوقع كاقتصاديين أنه في هذه السنة ستكون هنالك انتعاش اقتصادي بالنظر إلى ما حدث في الماضي، وخاصة عن طريق عمل الحكومة عن تطبيق برنامج سيد رئيس الجمهورية. وكنا شخصيا كنت تكلمت بلي قلت بلي أن مجموعة التدابير التي تقوم بها الحكومة بطبيعة الحال حتؤدي إلى هذه النتائج، والحمد لله يعني حتى أرقام صندوق النقد الدولي تؤكد هذه الأرقام بما أن هنالك عودة للنمو الاقتصادي. وخاصة بالنسبة لي أنا كاقتصادي راح نتكلم على مؤشر مفتاحي، لأن يعني يجب أن نكون موضوعيين في التعامل في الطرح كما قلتم. بالنسبة إحنا كاقتصاد يعتمد على اقتصاد السعر على منظومة سعر الصرف، لا منظومة سعر الصرف الثابت. إحنا من المؤشرات الأساسية واحتياطات سعر الصرف، وإحنا كنا شفنا بلي من 2013 عندما بلغت ذروة احتياطات الصرف في 201 مليار دولار، فكان تراجع تحت تراجع رهيب إلى سنة إلى حتى 2019 في المتوسط كان يتراجع الاحتياطي بحوالي 20 مليار دولار سنويا. وللتذكير فقط أنه في تلك المرحلة فكان المتوسط سعر البترول من في كل هذه المرحلة 68 دولار،
إذا خذينا احنا معيار اللي نقارنه ما بين يعني 2020 إلى جويلية حوالي 2021، عندما كان سعر البترول المتوسط كان 43 دولار، ولكن اليوم عكس ما حدث سابقا هنالك يعني هنالك استقرار لاحتياط الصرف. وحتى أنا هذه السنة بإذن الله رغم في آخر سبتمبر تكلمنا على أيد ممكن انخفاض العجز حوالي مليار دولار، ولكن كان الاحتمال كبير بلي ممكن إلى في إلى ديسمبر 31 ديسمبر راح تكون هنالك فائض، وهي لأول مرة منذ يعني عقد كبير من الزمن. وبالتالي هذا دلالة قاطعة على أن هنالك عامل كبير يتم عن طريق من طرف السيد رئيس الجمهورية اللي مشكور على بالمناسبة والحكومة بطبيعة الحال على استقرار هذا الاقتصاد الوطني. وبالتالي اليوم خرجنا من مرحلة لازم نذكرها لأنها مرحلة مهمة، هي مرحلة لأن اليوم أي تنمية كذلك تمر عبر أولا دور الكبير اللي يلعبه البرلمان والدور الكبير اللي تلعبه المجالس المحلية، واللي اليوم شفنا اليوم أنها المرحلة المؤسساتية عن طريق تجديد المجالس هو تمت وتمت بنجاح، والتي اليوم وهو معيار من معايير الثقة، لأن أي تنمية اقتصادية بدون ثقة ما بين كل المتعاملين على المستوى والفاعلين المحليين سواء كان محليين أو وطنيين بصفة عامة، فهذاك التأثير راح يكون مرتبط وارتباطا وثيقا بمدى الثقة الموجودة ما بينهم. واليوم عن طريق هذه المجالس المنتخبة الجديدة أولا عندها معيارين، المعيار الأول هو مجلس مؤسساتي، بمعنى أن عندما تختار الممثل نتاعك فإن هذاك الممثل معناتها هنالك، وهذاك الممثل اللي اخترته هو الذي يعني خرج في القائمة، معناتها بلي هنالك بداية الثقة ما بين المواطن والدولة. ولكن المعيار الثاني فقط لينتهي فقط في عجالة، والمعيار الثاني هو المعيار الاقتصادي، لأن أي عندما تكون إذا المواطن لازم يشوف أن التطلعات تاعو تأخذ باعتبار من طرف الحاكم يعني الحكومة، ولذلك فإن المرحلة الثانية بعد المرحلة الأولى هي مرحلة الاقتصاد بامتياز ومرحلة انطلاقا من سنة 2022 وما بعد إن شاء الله. أستاذ عبد القادر بريش باعتبارك نائب البرلمان، اليوم استكمال المؤسسات الدستورية المنتخبة للدولة هل يعطي أرضية خصبة اليوم لإنعاش اقتصادي حقيقي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على السؤال. في الحقيقة يعني هذا موضوع مهم، موضوع هذا كان فيه يعني دراسات هو أكاديمية يعني كانت في هذا المجال، وهو العلاقة ما بين الإطار المؤسساتي ولا البناء المؤسسات أو ما يسمى نوعية المؤسسات والتنمية والنمو الاقتصادي. يقينا بأن الجزائر الآن بعد استكمال البناء المؤسساتي كما أشار الزميل، ويعني اللي السيد رئيس الجمهورية منذ ما جاء إلى الحكم كرس كل الجهود لأن الظروف اللي مرت بها البلاد تقتضي إرساء هذا البناء المؤسساتي وعودة الشرعية وعودة الثقة بين الشعب ومؤسساته المنتخبة وعودة يعني اكتمال هذا البناء المؤسساتي المهم جدا. لماذا؟ لأن فيه تكامل وتناغم وتبادل أدوار في إطار إدارة الحكم على مستوى الدولة، الحكومة لها دور والمجالس المنتخبة لها دور، البرلمان له دور التشريع إلى غير ذلك. فالآن بعد اكتمال المؤسساتي يعتبر أرضية يعني صلبة للانطلاق في البناء الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي والتفرغ للورشات الإصلاحية الكبرى، وهذا ما كان أشار له السيد رئيس الجمهورية في كلمته في ندوة الإنعاش الصناعي، قال بأن سنة 2022 تكون سنة اقتصاد بامتياز، بمعنى كل الجهود وكل مؤسسات الدولة وكل الفاعلين يستفرغ يعني استفراغ للجهد وتوجيه يعني والتركيز على الانطلاق، نسميه الانطلاق الاقتصادي، لأن الجزائر بإمكانها أن تنطلق اقتصاديا، الجزائر بإمكانها أن تكون عندها المقومات باش تكون دولة ناشئة في ظرف يعني على المدى يعني 10 سنوات إلى 15 سنة باش تكون في أنا هنا بين قوسين نذكر ب طموح اللي عبر عليه السيد الوزير الأول الأستاذ أيمن بن عبد الرحمن، قال الجزائر بإمكانها تكون ضمن العشرين الاقتصادي الأوائل في العالم، وهذا طموح مشروع لأن الجزائر عندها الإمكانيات، لكن نحتاج إلى مردودية قصيرة المدى يعني اليوم في الجزائر. نعم لا، ولكن دعني هنا أقول في إدارة الاقتصاد عادة لما يكون حكومة ولا رئيس جمهورية ويواجه إدارة الاقتصاد لابد التحكم فيما كل ما يتعلق بما هي مشاكل مطروحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، وهذا الشيء اللي أنجزه. لاحظوا منذ مجيء السيد رئيس الجمهورية أنه بالرغم من الإكراهات
التي صادفته وخاصة جائحة كورونا، وشفنا سنة 2020 الأزمة الصحية العالمية والتأثيرات الاقتصادية وتعطل آلة الاقتصاد العالمي، تعطل النقل اللوجستيك إلى يعني غير ذلك من الأمور. ولكن سنة 2020 كانت سنة صعبة اقتصاديا للعالم ككل، ولكن العالم كله في سنة 2021 بدأ يستدرك ويهندس ما يسمى خروج من أزمة كورونا. الآن رانا إن شاء الله يعني كل العالم الآن يعني أصبحت لديه القابلية كيفاش يتعامل مع هذه الجائحة وكيفاش يعود الحركية الاقتصادية. نفس الشيء بالنسبة للجزائر. في سنة النتائج اللي أشار لها الزميل واللي أشرت لها أنت يا في المقدمة اللي هي متعلقة بالنتائج اللي تحققت في 2020 كانت نتيجة ماذا؟ نتيجة الحرص على ألا تذهب الأمور أكثر إلى التدهور وإعادة عودة العجلة الاقتصادية. ولكن الاقتصاد، أنا أقول هنا فقط فكرة، نقول بأن المسار السياسي هذا اللي استغرقناه منذ الرئاسيات و 2019 وحنا رانا سنتين منذ انتخاب السيد رئيس الجمهورية، ثم التعديل الدستوري، ثم انتخابات تشريعية، ثم انتخابات آخر محطة انتخابات محلية في 27 نوفمبر. هذا مسار متوافق عليه ما بين الشركاء السياسيين بإرادة السيد رئيس الجمهورية لأنه يعني على رأس الدولة. يبدو للمتتبع أنه مسارا سهلا، يعني بدينا من نقطة وانطلقنا إلى نقطة، ولكن في الأمور الاقتصادية تبدو الأمور ليس بهذه البساطة، لأن الأمور معقدة. لابد الأرضية الصلبة لينشأ عليها اقتصاد قوي ولنبني عليها إصلاحات ونحقق الإقلاع الاقتصادي، لابد من إطار مؤسساتي، نوعية المؤسسات تكون معناتها مبنية على أساس الثقة، على أساس الشفافية، على أساس أسس ديمقراطية، لأنها تعطي الثقة، ثم تتوفر الرؤية والإرادة السياسية وهذا ما يعبر عليه السيد رئيس الجمهورية في كل مرة، ثم تتوفر يعني خارطة الطريق اللي نعبر عليها احنا كبرلمانيين وعطينا المصادقة عليه اللي هو مخطط عمل الحكومة. فبهذا الشكل راح الأمور. لما نقول سنة 2022 هي سنة اقتصادية بامتياز، هي لأن انتهينا من إيجاد الإطار والبيئة اللي تحتضن الإصلاحات الاقتصادية الكبرى وتدعمها، وبالتالي كل الجهود الآن راح تستفرغ لتحقيق هذا الإقلاع الاقتصادي الذي نصبوا إليه. وصلت الفكرة أستاذ. سيد عقلي، يعني العقار الصناعي يعتبر حاجزا كبيرا أمام المستثمرين. اليوم رئيس الجمهورية أكد على إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي بحلول 2022. ما رأيكم في هذه الخطوة اليوم؟ هي منتظرة وجد مهمة. احنا كنا تكلمنا قبل وفي اقتراحاتنا لو ترجعوا ليهم كنا طلبنا حقيقة إلى الذهاب بسرعة إلى إيجاد حل في هذا يعني لينيرسي هذه اللي متوقع لراي صاريه في طلب يعني الطلبات للجي من المتعاملين الاقتصاديين في طلب العقار الصناعي غير مفهومة من بداية 2020، وحنا رانا نشوفه في عدم دراسة ملفات الاستثمار يعني عن طريق طلب العقار الصناعي. طلب كالبيرف توقف اليوم. يعني نحيي حقيقة إنشاء هذه الوكالة وننتظر يعني بسرعة الدخول تاعها في العمل وفي إعادة الدروس دراسة يعني الملفات الاستثمار بصفة عامة. مهمة، ما تكلمش على بتقدرش تكلم على تطور بدون عقار صناعي ووفرية العقار الصناعي. وعقار صناعي يعني فيابيليزي، يعني ما تقدرش اليوم. وبخصوص الوحدات الإنتاجية الجاهزة اليوم اللي راهي معطلة، رئيس الجمهورية أكد على رفع هذه العراقيل مباشرة. اليوم في إرادة فعلية، احنا نشوفوا فيها كثير من يعني المتعاملين الاقتصاديين دخلوا خلاص يعني في الاستغلال تاع الوحدات تاعهم. كان كثير عشرات الوحدات ومئات الوحدات اللي كانت متوقفة جال رخصة بناء مثلا على جال هذه البيروقراطية، لأن احنا نتكلم إرهاب جديد في مقابل أي تطور والتنمية بصفة عامة. تقدرش اليوم تقبل أنك عندك متعامل اقتصادي خلق الثروة، استغل يعني رأس المال تاعو في خلق الثروة وإنشاء مصنع، وذاك المصنع متوقف في انتظار الدخول تاعو، خاطر راه يقول لك رخصة البناء وورقة ما ولا تجي من هذه يعني البيروقراطية هذه. احنا حقيقة رئيس الجمهورية يبدأ بالنظرة، احنا كنا حاضرين في اللقاء المهم تاع لاغولونس ايكونوميك تاع الانعاش او الاقلاع الاقتصادي اللي ليس خيار اجباري الذهاب له. اولا قبل كل شيء الشركات اللي يعني المؤسسات اللي انشئت تقدرش تبنى تتكلم على جديد وانت القديم تاعك موش مستغل بكل طاقته.
يعني هذا نوعا ما لاسينيسمون ليندر جد مهم، منتظر انه كل القوى اليوم تجند. وسيط الجمهوري اللي احيي العمل تاعو، كان لكم لقاء مع وسيط الجمهوري، يعني لقاء مع وسيط الجمهوريه، يعني لقاء جد مهم منذ اسبوع، ومنذ اسبوع ولقاءات اخرى مع وسطاء الجمهوريه في الولايات اللي راهم حقيقه اليوم يعملوا بكل جديه وبكل واقعيه وبكل نيه حسنه، وترجع الثقه. هذا العمل رجع ثقه كبيره، بلا الثقه كما قالوا الزملاء ما تقدرش تمشي في المراحل القادمه. هناك اراده اليوم سياسيه واضحه، لا ما تكلمش الاراده، نحن تكلمنا عليها هذه البيئة اليوم، دور اليوم اليوم هو الدور تاعنا بكلنا، يعني مش الا فقط المستثمر خاصه المستثمر. يعني استاذ بريش تكلم على يعني ثقل الازمه، يعني ثلاث سنوات أزمة، مش سنتين كوفيد، سنة 2019 من كل عشناها في هذاك سنة 2019 كانت مرة أخرى عندها يعني سلبية تاعها على الاقتصاد بصفة عامة. ثلاث سنوات أزمة، اليوم أنا نظن التشخيص عمل، نعرف مشاكلنا ونعرف حقيقة الاقتصاد تاعنا ونعرف الرهانات المنتظرة وكيف نمشي بكل واقعية. مرة أخرى القرار كي يأخذ لازم يأخذ بأخذ عين باعتبار الواقعية المؤسسة، مش إلا نقول راهم شافت دولة من ذا ونيدياليز المشكل ونحن نحسبو كي اون كوبي كولي اون كول لا بروسيدور تنجح. لا، عندنا خصوصية تاعنا، ولكن بأخذ بعين الاعتبار نماذج النجاح ناجحة، مش النماذج اللي فشلت اللي مبنية على بيروقراطية ثقل إداري ليرجع بثمن باهظ على خزينة الدولة والاقتصاد بصفة عامة. اليوم التنافس هذا رغم ما بين الدول، ما قعدش تنافس ما بين شركة أو شركة، ما بين أقطاب وما بين الدول. أنت تعمل خطة تحفيزية لجذب الاستثمار، الدولة اللي قدامك ولا اللي مقابلاتك ولا اللي مراك تفسد خطة يعني باش تعود أحسن منك، هذا شيء عادي. لأن مثلا الحرية اللي نحن كيف حقيقة اون كابيتاليز اللي عشناه بكل يعني السلبية تاعو. هل المستثمر الخاص اليوم يقدر يدخل الأسواق الإفريقية وأسواق أخرى؟ لا، هو الإجابة تاعك يقدر، ولكن اليوم ماشي يقدر. السعر والنوعية يعني. النوعية، الجودة والأسعار، هذه أنا نظن الأسواق تقعد ما بين متعامل اقتصادي، ماشي يعني إطار الدولة ولا إرادة الدولة، هذه تقعد تمشي سوق. لو المنتوج تاعك متنافس وعندك الأسعار وعندك الجودة تدخل السوق، ولكن في باش تعطي المناخ ليسمح أنه الشركة، مش المنتوج اللي يمشي، الشركة اللي تصدر، لازم الإطار القانوني والتغيير الجذري في المنظومة البنكية اللي ماشية فيه اليوم. الماشي فيها نظن ورشة كبيرة فتحت في تطهير وتغيير ويعني الرجوع إلى معايير ناجحة ومن المنظومة البنكية اللي هي أم التغييرات. شكرا سيد أجلي. سيد بخاري، يعني ما هي مجالات النشاط التي يجب أن نرتكز عليها اليوم في 2022 من أجل دعم الاقتصاد الوطني؟ شوف، فقط خليني نوضع إطار فقط حتى يعني نكمل القرص ياقلي، لأنه يعني مهم جدا يعني وش تكلم عليه. أولا إحنا اليوم إحنا الوضعية كيفاه، يعني لأن دائما إحنا كاقتصاديين خموك ندير نوضع الإطار الاقتصادي حتى اليوم كي نتكلم على الموضوع. الوضعية أن إحنا كنا في إحنا في اقتصاد ريعي مبني على الموارد الأولية الذي يصدر الموارد الأولية على شكلها الخام. اليوم احنا نظرة جديدة هو انه كيف نتحول الى، وهي حتمية تاريخية على كل حال تمر فيها كل الدول مش فقط الجزائر، تمر الى اقتصاد يسمى النجاعة اللي هي ميدي فيشنس، معناها كيف تستعمل الموارد الاقتصادية تاعك سواء البشرية او المادية او الاولية تستعملها بطريقة مثلى للحصول على اكبر عوائد من حيث الثروة، من حيث المناصب العمل. كيف نأمر به؟ اول شيء اللي راح لازم نقوموا به هو قبل ما نتكلم عن النظريات هو انها وضع ارضيه. والارضيه وشنو هي؟ كما قال سي اجلي راهو يتكلم على البيروقراطيه والى اخره، وهي فقط وضع اطار اقتصادي يسمح ب الدافعيه الاقتصاديه، معناتها يسمح بالونتربرونور دي زونتربريز، بمعنى انه يجب ان نخفض اولا كل منافذ لتخفيض التكاليف
وهذا بيسمى بمناخ الاستثمار الملائم. معناتها انا اولا من ناحيه المشاكل البنكيه الماليه عفوا بصفه عامه، من صح مشاكل الجبائيه ان وجدت، المشاكل ممكن متعلقه بالعقار، اللوجيستيك، وبلا كل ما يؤدي الى تخفيض التكلفه راح يكون في صالح المؤسسات المتعامل الاقتصادي، وبالتالي يصبح اكثر تنافسيه، لان التنافسيه ما تجيش وحدها، مش فقط عامل تاع الاراده تاع المستثمر، وانما هي عوامل اقتصاديه التي وللدوله دور فيها. ولذلك فحقيقة ما قال أنه يجب أن نخفض كل مكان من التكاليف الموجودة في الاقتصاد. ولكن النقطة الثانية والمهمة التي لا يجب أن ننساها، يجب دائما أن تكون لنا خطة استراتيجية، خطة توجه. ما أين هو التوجه؟ كيف نحدد التوجه؟ وهنا دور يتلعب دور المؤسسات العمومية التي لها خبرة ولها باع في هذا المجال، والتي هي بفضل هذه الخبرة يمكن أن تكون تلعب دور القاطرة. ولكن هناك إشكال كبير من سفن المؤسسات الحكومية أنها مشكلة الحوكمة، مشكلة الأوتونومي تاع حرية العمل، مشكل أنه مشكل آخر لازم نقوله، مشكلة تغول النقابات في المؤسسات العمومية اللي هو مشاكل كبيرة. كل هذه المشاكل إذا حلت فتصبح لتلك المؤسسات العمومية لها قوة ضاربة في الاقتصاد الوطني، ويمكن لها بكل سهولة أن تصدر للخارج، وتكون بطبيعة الحال راح تكون قاطرة بالنسبة للمؤسسات اللي يجوا يفون سو غريفي هذه المؤسسة العمومية والتي يمكن أن نخرج. وهذا هو السؤال اللي نوصل لك النقطة إليه. يعني الآن بقى السؤال، ما هي الدول التي نصدر إليها أولا لا ديستيناسيون، وين نروحوا؟ اسكو نروحوا لأفريقيا ولا نروحوا أمريكا اللاتينية؟ أمريكا. الإجابة جات من الدبلوماسية الاقتصادية اللي في الجزائر، عطتنا نظرة. اليوم أنا نشوف عندنا توجه نحو الشمال، نحو دول مثل إسبانيا، إيطاليا، ومؤخرا تركيا، اللي عندنا علاقات اقتصادية بيناتهم واللي تربطنا بينها، تبادل تجاري كبير، وكذلك عندنا الأنابيب تاع الغاز، عندنا استثمارات في تركيا في الجزائر، وعندنا الجزائرية في تركيا مثلا حديد، البتروكيميائية، وعندنا توجه كذلك آخر نحو الجنوب. شفنا مؤخرا تونس، عندنا ليبيا، توجه نحو تنزانيا، عندنا اليوم موريتانيا، رئيس موريتانيا في الجزائر، دونك توجه نحو السنغال، نحو دونك افريقيا الغربيه، نحو افريقيا الجنوبيه الغربيه، عندكم حتى نيجيريا عن طريق النيجر، وعندنا طريق العابر للصحراء، وعندنا طريق الالياف البصريه، وعندنا كذلك وهذا مهم جدا انبوب الغاز ان شاء الله اللي راح يتجسد وراح تولي مع بين نيجيريا والنيجر والجزائر. دونك هذه كلها توجهات تبين اين نريد ان نذهب. ولذلك في المستقبل العاجل راح يكون هنالك دي ريبريزونطاسيون، يعني ممثلين للبنوك العمومية في مختلف الدول بتوجيهات من طرف الوزارة الأولى. ولكن يبقى سؤال واحد آخر، ما هي المنتجات؟ المنتجات هذا سؤال على ماذا نرتكز؟ هذا المنتج هذا هو راح يحدد لنا مجال النشاط. ما هو مش مجال النشاط، هذا لازم تكون دراسة على، خاصة على بالنسبة إلي على مستوى وزارة الصناعة، بما أننا راح ندق قصد النجاعة اللي راح تحدد ما هي مكامن القوة. يعني مش إجابات بالبساطة قال راح ندير الحديد ولا مش عارف ندير، لا، لازم نشوف ما هي المنتوجات اللي عندي فيها، وتكون مردود مع المؤسسات طبيعة الحال بما هم راهم في الميدان، ولازم يشوفوا ما هي، وين عندنا مكامن القوة، وين عندنا التنافسية، وين راهو البنش ماركينغ، عندنا وين راهو الآفاق الموجودة في الأسواق اللي ذكرتهم لك، في سواء في الشمال سواء في الجنوب، وثم على هذا الأساس نحدد ما هي الأخر. أستاذ بريش، الشراكة بين المؤسسات الخاصة والمؤسسات العمومية، هل نحن بحاجة إلى هذه الشراكة؟ نعم فعلا. يعني ما الفائدة منها؟ يعني واش تعطينا إضافة؟ أنا دعني أقول بأن لما نتكلم على الإقلاع الاقتصادي، أعتقد أن الإقلاع الاقتصادي ما يجيش يعني طرف واحد لحقه، ما يجيش نعتمد على الإرادة السياسية والدولة والقوانين فقط، لابد ينخرط الجميع في مسألة الإقلاع الاقتصادي، المتعاملين الاقتصاديين، مؤسسات الدولة. نحن في البرلمان كهيئة شرعية نعمل على يعني مرافقة الحكومة في مسألة سن القوانين وتبسيطها وإصلاح المنظومة القانونية اللي ترافق هذه العملية. كذلك عملية الإقلاع الاقتصادي تجي كذلك بانخراط أفراد المجتمع، لأن ما تقدرش تحدث تنمية والمجتمع ما يجيش عندك، المجتمع يبقى محايد. لا، التنمية تنطلق من المجتمع وتعود أثارها على أفراد المجتمع. كيف ينخرط أفراد المجتمع؟ عن طريق الثقة، لما يشوف مؤسسات تحظى بالثقة، لما يشوف مسؤولين بالثقة، لما يشوف تجديد بعض المؤسسات ويشوف نمط جديد في إدارة الحكم بما نسميه سياق جديد للحوكمة. فكل هذه العوامل المشتركة تساهم في الإقلاع الاقتصادي. تبقى المسألة الآن، إحنا يا
رانا ننتظروا في المجلس الشعبي الوطني وفي البرلمان ننتظروا قانون الإطار اللي هو نسميه الشراكة القطاع العام مع الخاص، ولكن في مجال هذا القانون في انتظار هذا القانون الكل ينخرط، معناتها الشراكة ما بين القطاع العام والخاص ضرورية في المرحلة القادمة. لماذا؟ لأن احنا راح ندخلوا في نموذج اقتصادي جديد اللي هو ما تبقاش الدولة هي اللي تقود لا كوموند بيبليك، معناتها في الدولة الريعية هي اللي توفر المناصب الشغل، هي اللي حتى القطاع الخاص في التجارب المرحلة السابقة كان القطاع الخاص يعني يعيش أو وجود القطاع الخاص على عاتق الدولة، ما توفره الدولة من خلال لا كوموند بيبليك التمويل البنكي أو من خلال المشاريع العمومية عمومية. يعني لما نتكلم على الطلب العمومي كانت الدولة هي اللي تخلق الطلب العمومي وتطرح مشاريع، كانت أموال متوفرة من خلال ميزانية التجهيز للبنية التحتية والمؤسسة تاع الإنشاءات والمقاولات تشتغل في هذا البيئة. الآن لا، الآن الدولة تبقى في هذا المجال في حدود ما هو متاح من هامش وموارد مالية، تبقى في هذا المجال تاع الاستثمار العمومي، ولكن المطلوب الآن لما نقول انخراط الجميع، الآن المطلوب من المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين كذلك في علاقات ما بينهم كمتعاملين باش يوفروا الطلب بيناتهم والاستثمار فيما بينهم، وكذلك في شراكة مع القطاع العمومي. بهذا الشكل ننشئ اقتصاد متنوع ينخرط فيه الجميع، ونعود إلى المقولة التي تفضل بها السيد رئيس الجمهورية، ننشئ اقتصاد وطني ومواطني. لأن مع الأسف الروح الوطنية، نعم، لأن مع الأسف في الفترة السابقة والتجارب تاع انتشار الفساد والشيء اللي شفناه ما قدرناش نوصلوا إلى هذه الفكرة أننا ننشئ اقتصاد ومتعاملين ورجال أعمال وطنيين يحبوا بلادهم والدولة تاعهم توفر له العقار، توفر له التمويل، توفر له البيئة الداعمة، تسهل له كل التسهيلات، وإذا به عوض أنه يفرغ كل جهوده في خلق الثروة وفي الاستثمار الحقيقي نجده أنه يهرب الأموال ويمارس الفساد وتضخيم الفواتير. غدك نريد المرحلة القادمة باش نحقق تنمية حقيقية وإقلاع اقتصادي حقيقي، نريد هذه المقاربة التشاركية تاع الناس تنخرط كامل في الفعل التنموي ابتداء من مؤسسات الدولة والحكومة من خلال الإرادة السياسية ومن خلال القوانين اللي تجيبها الحكومة من خلال الأداء تاع الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات الدولة كالبرلمان والمجتمع. فبهذا الشكل راح نحقق فعلا الانخراط أو الإقلاع الاقتصادي. سيد أكلي، الشراكة مع المؤسسات العمومية واش تعطي لكم إضافة أنتم كمستثمر؟ لا، أنا نظن PPP البارتنار بيبليك بريفي هذا مصطلح نجح في الخارج، نجح في عدة دول اللي قدروا احنا بكل خصوصية السوق تاعنا كيف حقيقة ننجحوا في هي شراكة ما بين طرفين. يعني ننساو نوعا ما المصطلح عام، الدستور يقول لك ما فيش فرق ما بين رأس مال خاص وعام وشركة عامة، رابح رابح هذا هي لا فيه ربح، هو أحسن العلاقات اللي ناجحين في العالم يعني طولوا لمدة عدة عقود هو الطرفين لازم يربحوا، لازم الربح يكون بكل جهة. اليوم احنا نتكلموا على اقتصاد وطني، كل القوى اليوم لازم تتجند منتجة تساهم فيه. تقدر سنة 2022 احنا مش إلا خيار انه تكون سنة الإقلاع، إجباري تكون سنة الإقلاع ظل الأزمة وثقل الأزمة. اليوم ما يقول كل الأخصائيين يقول لك ما تقدرش تكون عندك قدرة باش تقابل سنة أو سنتين تاع أزمة كما سنتين الماضي اللي مضاو، هذا حقيقة رايح يكون كل عنده كل السلبيات. احنا نعتبره أنه اليوم نتعلم ونعيش مع كوفيد، والتغيير والوعي الجماعي راه اليوم هنا. كلنا اليوم نتكلم على ضرورة الاقتصاد، ضرورة النهوض، وسنة 2022 هي سنة خاصة للجزائر، سنة 60 يعني عيد ميلاد 60 سنة من الاستقلال. لازم نعطوا كل حقيقة يعني كيف الإعانة أنه كل القوى متعامل اقتصادي، إدارة، شركة عمومية خاصة أجنبية منتجة في الجزائر أو لا، مواطن فقط يمشي في مسار هذه 60 سنة تاع الاستقلال وهي سنة 2022. أنظن تكون سنة خير إن شاء الله. الهدف هو كلنا اليوم ننجح في التغيير حقيقة. المنظومة الاقتصادية تاعنا الماضية كانت منظومة
جات في الإيجابية تاعها أنه سمحت أنه نبني وبنية تحتية قوية، ولكن كان عندها سلبيات أنه ضعفت الاقتصاد. الاقتصاد تاعنا كان مبني على الريع، الصفقة العمومية، عدم يعني المنافسة العادلة، كل يعني الآفات اللي شفناهم. وكان فيه مرة أخرى يعني مسار أنه خلاص لحقنا لهذاك الاقتصاد الريعي اللي مبني على البترول، مبني على التريزور بيبليك اللي هو ينجكتي في الـ في الـ في الفينانس اشاك فوا. اليوم الدور تاعكم سيد أجلي باش جذب رؤوس اموال اجنبيه. اليوم هناك شراكه مؤسسات عموميه مؤسسات خاصه، لكن لازم يكون رأس مال أجنبي هنا يشاركنا في الجزائر. يعني انفتاح هذا تاع السوق وتغيير المنظومة الاقتصادية يمشي ب يعني زاوية أخرى، هي زاوية انفتاح نحو العالم. احنا عضو من هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، وماناش في كوكب آخر ولا في سوق وحدنا. نتعاملوا مع شركاء، نتعاملوا مع زبائن، نتعاملوا مع يعني ممولين. والسوق العالمي اليوم ولا سوق تنافسي يعني بامتياز. اليوم الوعي هذا اللي نتكلموا فيه اللي يمشي نحو التغيير الجذري للمنظومة الاقتصادية لازم يتماشى بانفتاح حقيقي لرأس المال الأجنبي بمعايير يمشي دولية، يعني أعطاء الضمانات، أعطاء اليوم بدأوا فيه المسار. الاستقرار القانوني اللي تكلم عليه رئيس الجمهورية أولوية، لو نتكلم تحت سول كونترول ده يعني تاع نائب في البرلمان أولوية. يعني ما تقدرش تكلم على منظومة قانونية تتغير لك كل ست شهور كل عام، دير قانون بعدها تجي قانون مالية وترجع في قانون مالية تكميلي، تغير واش درت فيه في قانون مالية الأول، تمشي في قانون استثمار بعدها تغير قانون استثمار. أنا نظن هذا النموذج وكل متفاهمين، كلنا متفاهمين أنه ما قدرش نمشوا به المستقبل. الطلب اللي تمشي به أعلى سلطة في الدولة رئيس الجمهورية يطلب أنه استقرار قانوني، وما كانش قانون ما يخرج بدون يعني قوانين تطبيقية تاعو لتكس دابليكاسيون. الاستقرار القانوني على أقل 10 سنوات جد مهم، جد مهم في الإجابة على سؤال تاعك على يعني جذب الاستثمار. يعني نجيبوا الاستثمار، مش غيبولسيف الاستثمار. الاستثمار الأجنبي يجي عندما يشوفك أولا أنت ابن الوطن هذا ناجح، كي يشوف الشركة تاعك الوطنية ناجحة تمشي ومزدهرة وتمشي في يعني البروسبير تتطور، كي يشوفك يجي يستثمر معك، يجي يستثمر معك ولا يجي وحده. هذا القانون اليوم واضح، قانون إلغاء قاعدة 51-49 يعني رسالة جد مهمة، ما لازمش نقصروا منها. جد قانون هذا قانون كان بعض يعني جهات في هذا في السنوات الماضية كانت تطلب أن تكون في الدستور. اليوم الرجوع لها وتغييرها بطريقة واقعية، تقدرش تخلي 51-49 في كل الميادين. اوكي لكل سيكتور استراتيجيك. مره اخرى هذه خرجت واضحه اليوم في الجريده الرسميه، خرجت بعض يعني شهرين اشهر من قبل، خرج بكل وضوح ما نسميوه اليوم في ميدان استراتيجي او لا. يعني المتعامل الاقتصادي الاجنبي اليوم ما يقدرش يقول لك احنا شفنا متعاملين اقتصاديين اجنبيين جاوا دول يعني بون باسيتي لي نون تاع لي زونتربريز ونجحوا اليوم يصدروا، ويعني ما يقدرش يقول لك الارض او يعني السوق الجزائري ماشي اون تير دو دوبورتونيتي. نجاح كاين، ولكن كل يعني دوله تدخل نوعا ما في دراسات معمقه او ننتظروا، ولكن التغيير لازم يكملوا. التغيير من جهه يعني الجبايه يعني قانون جبايه قانون الماليه جد مهم. اليوم المتعامل الاقتصادي يجي يقول لك انا نجيب راس المال تاعي، ولكن لازم نوضح كل الوضوح كيف نخرج الفائده تاعي. اليوم كاين الاطار القانوني، ولكن التوضيح تاعو اجابه حقيقه على الاسئله. حتى المعاملين الاقتصاديين الجزائريين كي يصدروا هناك اشكال اشكال لا اشكال الاموال تاعهم اليوم بالعمله الصعبه بالاموال اليوم اشكال حقيقي فيه تغيير للسماح للمتعامل الاقتصادي اللي يصدر انه ينشا فرح يعود مكتب يتبع البيع تاعو في الاسواق. لازم يقدر يمول حقيقه الدخول الى الاسواق عن طريق الربح تاعو من الجزائر. العمله الصعبه اللي دخلها لازم يعود عنده كل حريه الاستعمال تاعها في تطوير الاقتصاد تاع الشركه تاعو، مش غير فدا يروح يدير بها امور اخرى، ولكن تسمح حقيقه في اطار قانوني واضح. الى لازم نمشيو فيه اراده
تكلمنا على الإرادة ما نرجوش عليها. فيه ورشات مفتوحة اليوم للتغيير هذه الملفات الثقيلة احنا نعتبروها خفيفة لعله ما نعرفوش كما قال لك الأخ بريش في من جهة التشريعية باش يخرج قانون نحسبه احنا خفيف قرر ولا باش يخرج قانون لازم يعني بلوزيغ مينيستير يدخلوا في الدراسة وسورتو لازم كي يخرج القانون لازم يضمن لك انه الاستقرار تاعهم يخرج قانون بعد تروح تغيره عام من بعد. كل اليوم هذه لننجح فيهم أنا نظن سنقاط قوة لإقلاع الاقتصادي لمرة أخرى غير خيار إجباري الذهاب له. شكرا يا سيد عقل. اليوم هل البنوك الجزائرية تواكب هذه الطموحات وهذه نحن بحاجة إلى نظام بنكي عصري رقمي؟ شوف على كل حال شوف الإصلاحات في النظام البنكي في الجزائر ومن بين الإصلاحات الأخيرة هو أولا فصل مركز المدير العام عن مركز رئيس مجلس الإدارة أولا، وثانيا إدخال أعضاء مستقلين في مجلس إدارة البنوك العمومية، وهذه راح تكون له أثار إيجابية، ولكن لازم نكون واقعيين فإن الإرث ثقيل جدا ولا يمكن لنا أن تكون نتائج فورية، يجب أن تكون هنالك معالجة الكثير من الملفات والتي في آخر في على الأقل سنة أو سنة ونصف حتى راح تظهر بعض النتائج. كذلك هنالك كلام عن فتح بعض رؤوس بعض البنوك الذي سيسمح بقدر معين بإضافة مجموعة من المتصرفين الإداريين في البنوك والتي يسمح بتحسين ممكن الحوكمة، ولكن يبقى فقط إشكال هو أنه ما هو سعر هذه البنوك بالنظر إلى المردودية لهذه البنوك والتي لها إرث ثقيل، قلت أنك لها كثير من الديون التي تراكمت وديون غير محكمة كانت في الماضي. دونك هنا يبقى سؤال ولا يبقى سؤال، ولكن أنا متأكد بلي الخطوتين الأولتين اللي ذكرتهم لك راح تكون عندها أثار إيجابية كثيرة على سيرورة على النظام المصرفي بصفة عامة، ولكن اسمح لي فقط بتحسين النظام المصرفي ليس بهذا المفهوم فقط تحسين البنوك، وإنما هي نظرة شاملة على كيفية يجب أن يكون النظام المصرفي، والذي أكرر مرة أخرى هو الهدف منه دائما هو تقليل التكاليف. فعندما يكون متعامل اقتصادي أو يكون أي مواطن بسيط مثلي ولا مثلك ولا مثل الأستاذ ولا كمواطن يجب أن تعامل بكل سلاسة وبتكاليف متواضعة حتى يتسنى لي أن أتعامل مع النظام المصرفي تاعي. يعني نسبة الربح تاع البنوك عالية جدا، يعني هنا في الجزائر تلحق بين 7-8 حتى 9%. هذه التكاليف مرتبطة أول بعنصرين، أول ما ننساوش أن عنصر التضخم اللي هو عنصر مهم لا يجب أن يعني هنا دائما البنك يفكر بمعدل الفائدة الحقيقي وليس فقط معدل الفائدة الإسمي. ثانيا البنوك العمومية لها تكاليف مرتفعة نظرا اللي قلت لك عليه هو الإرث، وبالتالي ما دمنا لم نستطيع أن نصفي كل الإرث ذلك الإرث القديم وتلك الديون الكثير الديون الغير المجدية التي موجودة متواجدة عند البنوك، فلا يمكن لنا أن نذهب إلى تخفيض معدلات الفائدة. ضف إلى ذلك بطبيعة الحال دور البنك المركزي الذي له دور، ولكن تبقى دائما النظرية في هذا الموضوع واضحة، مادام نحن عندنا سياسة سعر الصرف الثابت فالسياسة النقدية دائما ما تكونش عندها ذلك الأثر، وفقط نقدر فقط مباشرة نشوف فقط ما هي القروض الممنوحة بالنسبة إلى المؤسسات الخاصة مقارنة بالمؤسسات العمومية، فنصيب للمؤسسات العمومية أحسن من المؤسسات الخاصة. وبالتالي مش بهذا البساطة فقط أن معدل الفائدة راح يأثر، ولكن هي كل منظومة، لأن المتعامل الاقتصادي إذا كان مثلا معدل الفائدة 7.5% ولا 6 ولا 10%، ولكن هو الفائدة تاعه هو 50%، وراء الإشكال أين هو المشكل؟ هو رابح 40%، مش المشكل، هو المشكل أنه كيف نخلق اقتصاد الذي تكون فيه المردودية تاعه مرتفعة جدا. وكي نقول اقتصاد مش فقط الاقتصاد المحلي، لأن عندما توسع الخارج، لأن ما هو الهدف من التوسع نحو الخارج؟ هو توسيع الاقتصاد الوطني، فيصبح مجال عمل المؤسسة ليس فقط الاقتصاد الوطني ولكن كل الدول. هل نحن بحاجة إلى فتح بنوك جزائرية في الخارج من أجل تشجيع الصادرات؟ هذه تحتاج إلى دراسة. أولا قلت لك أنا تكلمت لك قلت لك بلي راح تفتح هنالك تمثيليات للبنوك في تلك الدول، ولكن تبقى نشوف المردودية تاعها، لأن مثلا شوفوا ناخذوا أمثلة مثلا شركات كبرى ما سمياش بنوك بكرة عالمية أوروبية، نشوفوا مثلا بلي هذه البنوك العالمية راهي السو ريسونتر راهي تولي إلى
مثلا موجودة في أمريكا، أي تخرج من أمريكا وتروح لأوروبا، أي تنقص من نظرا إلى التطورات الحاصلة في الاقتصاد العالمي. وبالتالي ليس بهذا البساطة. هل مثلا هل البنك نفتح فروع أو نشتري دي بارتيسيباسيون في بنوك إفريقية نساهم فيها اللي عندها معدلات نمو مرتفعة؟ هذا هو السؤال الموجود. هل هذا مرتبط بالمحيط الاقتصادي الموجود في تلك الدول؟ لأن هناك مخاطرة، أنت تروح إفريقيا غدوة كاين مشاكل سياسية. نحن بحاجة يعني المستثمر الجزائري المتوجه متوجه لإفريقيا، يجب تكون هناك حلول. دونك لازم تكون دراسة. وبالتالي فأنا دائما أقول أنه الحلول لا تأتي هكذا، وإنما الحلول دائما تبنى على دراسات دقيقة علمية حتى يمكن لنا أن نتخذ القرار الصحيح ولا نطيحوا في القرارات اللي كانت في الماضي. ولهذا قوة السيد رئيس الجمهورية، شفنا عندما في الدستور دائما دالجنا، دائما يعتمد على العلم، دائما يمتلئ العد لاتخاذ القرار، وهذا ما نسميه كثيرا. وصلت الكلام. يعني أستاذ بريش، اليوم كيف يمكن استرجاع الأموال يعني اللي راهي في السوق الموازية، وكيف نجذب أموال خارجية اليوم؟ نعم، هذا سؤال كبير وتحدي رئيسي. 90 مليار دولار يعني في السوق السوداء، يعني في اعتقادي الشيء اللي من الحكومة تنتهج هذا هو الاعتراف بأن أحد المعضلات الاقتصادية هو تغول وتوسع الاقتصاد الموازي، هذا الاقتصاد الغير الرسمي، الاقتصاد اللي جزء منه غير مواطني. لماذا؟ لأن الذي يشتغل في السوق الموازية فربما فيه إكراهات أخرى سنتكلم عليها، ولكن فيه جزء من نقص روح المواطنة، لأنه لا يدفع الضرائب، لا يساهم في 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 في, في خلق الثروة للمنظومة أو المجموعة الوطنية. هذا جزء. يعني التحدي الرئيسي هو كيف يعني نجيب على هذا السؤال، هو أولا بطريقة المنهجية على الاحتواء وإصلاح القوانين، ثم نروح إلى مرحلة أخرى نطبق ما يسمى سياسة العصا والجزارة. بمعنى المرحلة الأولى لابد نشخص ما هي الأسباب التي يفكر فيها المتعامل الاقتصادي أنه يروح إلى السوق الغير رسمي. هناك معيقات في القانون الجبائي في حد ذاته، لابريسيو فيسكال، الضغط الضريبي، هناك التأخر الإدارة الضريبية والبيروقراطية، وهناك عراقيل يعني كثيرة. يعني نحن بحاجة إلى ثقة بين الإدارة. نعم، مسألة الثقة ومسألة إصلاح المنظومة الإدارية التي تدير الاقتصاد. وهنا نأكد على مسألة جوهرية، نتمنى يعني الحكومة والسيد رئيس الجمهورية لابد نسرع في وتيرة يعني رقمنة الإدارة الاقتصادية باش نقضي على كل مظاهر هذه لتكبح الاستثمار، تعرقل، يعني تضيع وقت كثير للمتعاملين الاقتصاديين، لا تتميز بالشفافية. وهنا بين قوسين كذلك أنا من اللي يدعو إلى ضرورة أن تكون هناك ندوة وطنية لتقييم وضع الرقمنة، لأننا مع الأستاذ يعني تحت رقابة الزملاء، لأن كلنا نتكلم على الرقمنة ولكن ما نراش عارفين يعني وضع الرقمنة في كل مؤسسات الدولة وفي كل القطاعات الوزارية. لابد نديروا تشخيص وتقييم في ندوة وطنية جامعة لكل القطاعات الوزارية باش نحدد يعني المستوى اللي رانا وصلنا له في الرقمنة، باش من بعد نكتشفوا هناك قطاعات وإدارات اقتصادية حقت مستوى 30-40% وقطاعات مازالت متأخرة، باش هنا تبان العيوب تاع بعض القطاعات وبعض الإدارات اللي راهي تختبئ وراء هذا العنوان الكبير الرقمنة، وهي لم تفعل شيء في الرقمنة وباقية في الإدارة التقليدية والبيروقراطية إلى غير ذلك. وشفنا حتى تدخل رئيس الجمهورية لتسريع وتيرة والتكفل بانشغالات المستثمرين وتسريع العملية، وأصبح شفنا كيفاش الأمور راهي ماشية الآن بعد تدخل رئيس الجمهورية. يعني في التسيير العادي للحكومه لمصالح الدوله وللاداره هذا الشيء ما يصراش، ما يتطلبش تدخل رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه يحدد الاستراتيجيات والرؤيه والتصور ويترجم يعني من البرنامج تاعو في شكل مخطط وبرنامج الحكومه، والامور تمشي بشكل سلس في الاداره موجوده لخدمه المواطن وخدمه المتعامل الاقتصادي، فكيف تصبح الاداره هي اللي تكبح؟ فاحد العوامل اللي تدفع الناس فلربما للسوق الغير الرسمي للسوق الموازي هي هذا الثقل الإداري وهذا الإرهاب وتغول البيروقراطية. ولكن هذا لا يمنع ولا يعطي المبرر أن نبقى على هذا السوق. لابد إصلاح القوانين، إصلاح المنظومة، ثم بالمنهجية الاحتوائية أن هذا اللي راه يتعامل في السوق الموازي نقول له أنت علاش ما تجيش إلى السوق الرسمي، يقول لك عندي هنا مشكل وهنا مشكل وهنا مشكل. إذن الحكومة راه أخذت بهذه المقاربة اللي هي المقاربة الاحتوائية، سواء من خلال
نعطيك مثلا فقط في قانون المالية 2022 فيه مادة اللي تتكلم على أنه من اللي عنده أموال راهي خارج الدائرة الرسمية يجي ويعرف نفسه جبائيا بدون قيود أو شرط وبدون أي غرامات. وحددنا يعني تاريخ 31/12/2000 يعني مدة سنة. هذا شكل من أشكال الاحتواء. من أشكال الاحتواء للسوق الموازي هو تخفيف الأعباء على الضريبية وتخفيف الأعباء على الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار والقضاء على البيروقراطية إلى غير ذلك من الأمور. يبقى السؤال الثاني تفضل فيه وهو المتعلق بال الأموال الأجنبية كيف نعم. نعم هذا مهم جدا وهذا يعني بعد ما نديروا بيئة جاذبة للاستثمار نطهر البيئة نتاعنا من خلال إصلاح القوانين من خلال إعادة الثقة من خلال أن الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين في الجزائريين يصبحوا أكثر إقداما وأكثر يعني وهذا ما نلاحظه نلاحظه لأن الجانب تاع الاستثمار هو الأستاذ سامي يعرف هذا الأمر هو فيه جانب نفسي. الاستثمار ليس فقط أموال ونجي نستثمر في عوامل نفسية عوامل تعبئة عوامل تاع قوانين عوامل تاع توفر رأس المال. الجانب النفسي مهم. شفنا الآن منذ يعني الندوة الأخيرة اللي يشرف عليها ندوة الإنعاش الصناعي يشرف عليها رئيس الجمهورية وقبلها شفنا لما يكون هناك خطاب واضح للسلطات العمومية للقيادة السياسية في الدولة لرئيس الجمهورية الوزير الأول لمختلف المتدخلين ترجع الثقة ترجع الثقة للمتعامل الاقتصادي. قال فيه حرص من طرف رئيس الجمهورية في حرص من طرف الوزير الأول فيه رؤية جديدة عند السيد وزير الصناعة في مسألة الاهتمام بالاستثمار وخاصة الاستثمار العمومي والقطاع الخاص. الآن كيف نجلب الأموال من المستثمرين في الخارج هذا ما سنراهن عليه ولنا كل الثقة بأن قانون الاستثمار القادم هو اللي راح يمكن بأن تكون يحتوي على يعني مواد ويحتوي على تحفيزات ويحتوي على يمد رؤية للبيئة الاستثمارية الجزائرية باش تكون بيئة جاذبة من حيث ماذا؟ من حيث التحفيزات والتسهيلات اللي تكون من ضمنا من حيث الإجراءات راح يكون فيه شباك موحد باش نقلل من الوقت لأن في الاستثمار عامل الوقت مهم وباش يكون عندنا الاستقرار وهذا الأهم هو الاستقرار في هذا القانون باش يتم فهمه واستيعابه من طرف المستثمرين والتعامل معه على مدة أطول لأن يكون مستقر. أحد العوامل اللي تنجح وتعطي ما يسمى الأمن القانوني هو استقرار القوانين اللي تعطي الأمن والضمان للمتعامل الاقتصادي سواء كان وطني أو أجنبي. سيد محمد بخاري نفس الفكرة ماذا تنتظرون من قانون الاستثمار الجديد لدفع الاقتصاد الوطني في 2022؟ وصراحة شو هذا السؤال يعني جوهر مهم جدا باختصار فقط أنا شخصيا رأيي أنه أنا دائما مع الحرية الاقتصادية وبيعتبر أن أي قانون استثمار يجب أن يعطي الحرية لكل القطاعات ويدلل كل المصاعب ويخفض كل التكاليف فقط بالنسبة إلى القطاعات التي نحن نريد أن نطورها في بلادنا والتي تحتاج إلى حماية فتلك القطاعات نعم يجب أن تقنن أما بالنسبة للباقي فأنا أرى الحرية ثم الحرية ثم الحرية. شكرا أستاذ. سيد أقلي نختتم بك ماذا تنتظرون قانون الاستثمار الجديد؟ الشيء يعود جذاب الاستثمار يعود حقيقة نظن اللي رم اليوم يدرس وعنده مسؤولية كبيرة على المستقبل الاقتصادي الجزائري. الإطار القانوني جد مهم تقدرش تمشي وتكلم على تصدير تطور الجزائر وتمشي في معايير مرة أخرى بتكون موازية على يعني القدرة السوق الجزائري لحقيقة اللي هائلة ميادين اليوم الفلاحة الصناعة الخدمات الرقمنة سياحة كلها ميادين تقدر تكون حقيقة ميادين خلق الثروة وتمشي الوطن من مرحلة الاقتصاد اللي عرفناه لليوم إلى مرحلة حقيقة تطور وازدهار. ولكن قانون الاستثمار هو عنصر من العناصر ولكن الإجابة على قانون الاستثمار راح نقول وش قال زميلي حرية الاستثمار اللي مذكورة في الدستور لازم الرجوع لها. حرية الاستثمار ما تمشيش بتأطير وغلق وليسانس وأغريمون ولوتوريزاسيون هذو مرة أخرى نماذج فاشلة. الاستثمار احنا اعطينا رأينا في الاستثمار بدراسة مدققة في بداية سنة 2020 قلنا قانون الاستثمار تاع سنة 2016 كان يعتبر قانون متوازي ولكن كشفنا عدد يعني القوانين التطبيقية اللي ما خرجتش ما تقدرش تقول أنه قانون يمشي أو ما يمشيش أنت ما قدرش تقيمه. ولكن الذهاب إلى مشروع قانون يعني ورشة كبيرة كقانون الاستثمار يجد مسؤولية كبيرة جدا يعني لازم تمشي ما كما يقول بالفرنسي ne pas confondre vitesse et précipitation ولكن تديرها
اللي تضمن لك حقيقة يعني الازدهار والإقلاع الاقتصادي اللي ليس خيار لمسؤولية الجامع اليوم. باش نختتم، الوقت هو إلى العمل يد في اليد كل القوى، تجند ثم تجند ثم تجند لإنجاح مشروع هذا أو الإقلاع الاقتصادي الحقيقي للوطن. إذن شكرا سيد أكدي، شكرا لكم أساتذة الكرام. إذن الإرادة السياسية حاضرة، كل العوامل حاضرة أيضا من أجل سنة اقتصادية بامتياز ستكون سنة 2022. شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.